الله وبركاته، اتمنى من الله ان تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد اذنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك عشان يوصلك كل جديد. والان نوفيكم باسعار ومواصفات سيارات ميراج 2023 في مصر الارخص من ماتسوبيشي. تعتبر السيارة ميراج 2023 هي ارخص نسخة تنتمي الى فئة الهاشتباك تقدمها شركة ماتسوبيشي اليابانية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليا من خلال فئة واحدة التجهيزات مع عدد من وسائل الحماية وأنظمة التحكم. ونقدم لكم في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة ماتسوبيشي ميراج 2023 في السوق المصري وأهم المواصفات الفنية التي تتمتع بها. القدرات الفنية للسيارة ماتسوبيشي ميراج 2023: محرك 1200 سي سي، 3 اسطوانات، 76 حصانا من القوة الإجمالية، العزم الأقصى للدوران يقدر ب 100 نيوتن متر، ناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي. تجهيزات السيارة ماتسوبيشي ميراج 2023: عدد 2 وسائد هوائية أير باجز، نظام التحكم المساعد للإقلاع على المرتفعات HSA، نظام التحكم النشط بالثبات، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام مراقبة ضغط الهواء الخاص بالإطارات، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربية أمامية وخلفية، خاصية تنبيه السائق لحزام الأمان، مرايا جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي. وتعتمد السيارة ماتسوبيشي ميراج 2023 على تصميم الهاشتباك مع مصابيح أمامية حادة الشكل وشبكة باللون الأسود تضم لمسات اللون الأحمر، بالإضافة إلى إشارات ضوئية بالمرايات الجانبية، مصابيح ضباب دائرية الشكل وجنوط رياضية وعواكس إضاءة خلفية وسوبرلر أعلى ناحية الزجاج. تعرف على السعر الرسمي لأرخص سيارات ماتسوبيشي في مصر ميراج 2023. تطرح ماتسوبيشي نسختها ميراج موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 535,000 جنيه، وبهذا قد أوفيناكم بأسعار ومواصفات سيارات ميراج 2023 في مصر الأرخص من ماتسوبيشي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.